ايديال سي لو ان غارديان برو رياكتيف دونك بالنسبه للحارس بالنسبه للمثال يكون الحارس فعال مع ليه دور فعال مع اللاعبين ده زي نوير زي ما حضرتك قلت بالظبط تفضلت وقلت بيلعب فوق بيلعب عالي بيشوف زمايله وبيشوف الفرص وممكن يبني وممكن يعمل اسيست لزمايله بيقدر بيكون وقت الخطوره بيحط الكور لزمايله بيحط زمايله في الشق الهجومي بيساعد يبني هجمات وبيقدر وبيحاول يرفع المستوى اللاعب بيحاول يحط الكوره لزمايله قدام وبيقدر برضو حتى الكرات العاليه بيقدر يطلع فيها وهو قوي فيها برجع تاني برضو اوانيه لسؤال حياتك بالنسبه للعب لما جيت هنا وصلت مصر هو طبعا بيلعب برجله كويس جدا محمد الشناوي لكن المشكله انه كان لما كان بيطلع كوره بره بيلعبهاش بالشكل الجيد كان بالنسبه له عادي شفت لما عملها مره او اتنين وتلاته كان بيخفق فيها انا كنت مش مبسوط وكنت بقول له انا مش سعيد لان طبعا علاقتي بيه علاقه الاب بابنه كان بيفهم قد ايه انا اكون متضايق وكان بيحاول قدر الامكان ان ما يكرهش وانا كل الناس مش بس محمد الشناوي كل الحراس اللي بشتغل معاهم بيكونوا مركزين اكتر في اللعب برجليهم يحاولوا قدر الامكان يوصلوها بشكل جيد لان مهم جدا في كره القدم الحديثه وده اللي عايزه من المدربين ومديرين فنيين بيطلبوا مننا لما يكون فريق بيكون بيشتغل بلعب فني ولعب خططي كويس لازم تدور الكوره وتحركها وفوت تلعب قدام تحط كوره لزمايلك لازم لعب يكون محدد وما تخسرش الكوره بشكل كبير ولذلك المفروض ما نخسرش الكوره بسرعه نحافظ عليها لان لما تخسر الكوره بيتحملها الفريق كله مش بس حارس المرمى عشان كده نحاول ندور الكوره بشكل جيد وانا حرصت ان اصر على الحته دي نحاول قدر الامكان تطلع الباصه من رجله بشكل جيد